تشيل الباب. احمد شوي. بعدين فك اللي فوق. خليني افك اللي فوق. هلا فكنا فتحناه. ايه. هذا بعد جوال. ايه. ما تبي تعود عليها خلاص. خلاص يعني ايه. انا بس عارف الفكره عشان لا دق علي الا علمه ان شاء الله. شوف بسرعه يجي خفيف عليه. الله نعم عليه. طبعا احمد تكون العمود هذا اثناء صفطه تكون إيه البدايه من هنا يصفط العمود هذا. ايه انه لا ابغى يصفطه يطقه اذا ما رجع. اذا ما رجع. اذا ما رجع. لكن هو طبيعي يرجع. ايه مع المرونه ترى يروح. نعم. زين. ممتاز. الحين اجي هذا. ما شاء الله. ما شاء الله. ويرجع يرفع الباب. وهذا اي خلاص عرفنا يا ابو خلنا نترجع رجع خلاص. لا خلنا هذا يصفط على فوق دائما. لا منه جاي يقفلها لازم يقفلها. لازم يقفلها. لازم يسبب له مشاكل. يسبب له مشاكل. لا يضغط على هذا السن هنا يضغط على ما ينصل صح. ايه خلاص.